برعاية رئيسي الجمهورية والحكومة، احتفل عناصر الدفاع المدني اللبناني باليوم العالمي للدفاع المدني في احتفال حاشد أقيم في ليبيال. حضره رئيس المنظمة الدولية للحماية المدنية فلاديمير كوفتشينوف ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وعدد من الشخصيات السياسية والأمنية والإعلامية. الاحتفال شكل مناسبة لإعلان المشنوق خبرا سارا إلى كل المتطوعين في فرق الدفاع المدني انتظروه لأكثر من 3 سنوات. وعدتكم في العام الماضي وقبله، وأعلن اليوم أنني وفيت بوعدي. قبل أن أترك مكتبي وقعت على المرسوم النهائي الذي سيفتح الباب لتثبيت المتطوعين منكم بعد أن جاءني من مجلس شورى الدولة ورفعته إلى مجلس الوزراء لإقراره في أول جلسة إن شاء الله. كما وعدتكم وفيت، وكنت أمينا على حقوقكم بلا منة بالأحد. من جهته أعلن مدير عام الدفاع المدني العميد ريمو خطار عن مشاريع وخطوات جديدة سيتم تنفيذها وتتعلق بتطوير جهاز الدفاع المدني في لبنان. وقدم كل من وزير الداخلية ومدير عام الدفاع المدني درعا تقديريا لرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون. واختتم الحفل أيضا بقطع قالب حلوى في المناسبة.